كل عام وانتم بالف خير، ورجعنا وياكم بفقره رياضيه. نحب نشكر فرح وحسان، وهسه حاليا راح نكمل وياكم. طبعا اللي قفت واحد هسه هنا يلعب حديد، تعالوا خلينا نسيله حتى نشوفه يفوز او لا. غايتنا انه دائما نفوز الشباب كلها والبنات، حتى اذا ما يجاوب على السؤال فهدايانا مقدمه من شركه اس ان افلاس للمكملات الغذائيه. تعالوا يعني. هذا اول واحد لقف تبعه، هذا اسئلتنا ان شاء الله تكون خفيفه كلش وان شاء الله يعرفها. طبعا الهديه هو اللي يختارها، انا اعطيه ثلاث انواع منتجات وهو اللي يختار. السؤال مالتنا هو اريد ثلاث تمارين تستهدف عضله الصدر. عضله الصدر عندك البنج الاسفل، بنج اعلى، جمعه سلوك. حلو، عاشت ايدك. الاجابه مالته صحيحه ومبروك، فاز ويانا بعلبه مقدمه من شركه اس ان بلس. الجلوتامين الاصلي، ودائما احنا نقول الاصلي يحب الاصلي. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا، فرصه سعيده، احمد رضيك اشكرك. دقيقه، تعال يالا. لقفناه باوع، لقفناه يلعب حديد مبين داك. السلام عليكم، شلونك اخويا؟ شلون الصحه؟ الاسم بالخير؟ علي، انا افقر الفضائيه. هدايانا سبلمنت مقدمه من شركه اسعد. سؤال بسيط ان شاء الله هنسيلك ونقدم لك الهديه اللي انت تريدها. جاوبت بخير وسلامه اخذت الهديه، ما جاوبت هم تاخذ الهديه ويانا ان شاء الله. نريد ثلاث تمارين تستهدف عضله اللاتس ما الظهر. يعني قصدك نهايه الظهر؟ الظهر. لو جذر الدفه؟ الظهر كله. الظهر كله اريد من عندك بس سهل. ثلاث تمارين. سحب باكر امامي. حلو. وسحب حديد منحني. حلو. وسحب حديد افقي. والله عمي عاش ايدك، مبروك عليك فزت ويانا. انت تختار الهديه اللي تريدها. عندنا زيت ام اي من شركه بالضبط، وعندنا هنا البي سي اي اي، وعندنا جلوتامي، فانت اللي تختار بي سي اي. واعطيك ويا البي سي اي همينا هديه ثانيه. تيم اس ان بلس تحياتنا لك وشكرا جزيلا. اف ار شباب السلام عليكم، ما بكم واحد يلعب حديد؟ لا والله بس انت. ابد نهائيا؟ لا والله ابد نهائيا. ابد والله. بس ولا بيكم واحد رياضي؟ يعني معلومات رياضيه. والله ما عندنا رياضيه ابد نهائيا. زين منا ابد وعادي. يلا كلش معلومات الحديد. انت راح تعطيني السؤال وانت اللي تعطيني الجواب. اعطيني شوف الهديه. الهديه مقدمه من شركه اس ان بلس بروتين. ايش اقول لك؟ الواي بروتين شنو فاته؟ اعطيني الواي بروتين شنو فاته؟ فاتين بس تاكثر لا يحرق الدهون، هاي وحده. ويكبر ما له علاقه. شلون يكبر العضلة؟ يعني الرياضة لازم تلعب حديد، تمارس الرياضة وتاخذ. راح اغشش شوية همي، راح اغشش بس. لا يعني هو مكمل غذائي، هو مو غذائي. مكمل غذائي هو اي بروتين، اي بروتين. وفاز ويانا همي، نرجع نقول لكم فاز ويانا وعاش ايدك. الهدايا مقدمة من شركة اس ان بلس. تريد تختار الزنك المغنيسيوم، تريد تختار الجلوتامين، او عندنا البي سي اي. البي سي اي. مبروك عليك فزت ويانا. البي سي اي تفضل اخوي. شكرا جزيلا. التو يلا يلا هذا هو اعطيني هذا. شكرا. تفضل تفضل، كل الهنا بيكم. شكرا شباب، شكرا جزيلا. طبعا مبين يلعب حديد، مبين ذاك هو. شلون الصحة؟ شلونك حبيبي؟ الاسم بالخير؟ مبارك، ياسين الزبيدي. والنعم من عنده. راح اسألك سؤال جدا بسيط. إذا جاوبتني بسيط. إذا جاوبتني تاخذ هدية. شنو الهدية؟ وإذا ما جاوبتني امشي. الهدية تكون توب. لا لا هدية توب. بروتين. أنا كنت أطلع ما أخذ بروتين. ذني أحماض أمينية ما لها علاقة. أحماض أمينية وهذا الزنك وعندنا الجلوتامين. تريد حتى اشرح لك عليها شلون تاخذها؟ امر جدا طبيعي. حلو. اريد ثلاث تمارين تستهدف عضله الرجل، ما راح اقول لك بتقسيم الرجل، خاف الدوخ. أوكي. ثلاث تمارين تستهدف عضله الرجل، اذا كانت داخل، طبعا. خارج، امام. طبعا. اول شيء اولا اول تمرين الدبني. الدبني سكوات اللي هو سكوات. وتقول لي دبني خلفي، دبني خلفي يعني واحد هو امامي او خلفي. حلو السكوات. اوكي السكوات. اي الجولف. الجولف يلا نعتبرها من الرجل همينة. هي رجل. طبعا من الرجل، بس انا اقول على العضله الفوق. يلا كامل.
بعد بس واحد اللي هو نقعد ندفع في ثلاثة اسابيع. ترايبس امامي؟ لا اريد اسمه. هو اسمه ترايبس امامي؟ لا اريد اسمه مبين. تقعد خلي اوزان منا ومنا وتدفع الليج بريس. شو اسمه؟ الليج بريس. الليج بريس. احنا صنع الجواب. شكرا جزيلا لك وربحت ويانا ثلاث هدايا قيمه من شركه اس ان بلاس. تحياتنا لك. شكرا جزيلا. الله يخليك. حاليا اجانا كابتن قال لي قفت لكم واحد هناك سوبر فايزر مالتهم كلش قوي كلش قوي بالحديد. يلا خلينا نروح له. هذا كلش قوي شوفه والله هو الكتف مالته يوحي انه يلعب حديد. شلونك صديقي؟ شلون الصحه؟ بما انه انت اشتافك اعراض اشتاكل الهن اشتتمرن الهن اريد من عندك راح اصعبها عليك بس الهديه حلوه او تريد اخففها عليك دنيا بالاخير. لا صعبها صعبها عليك. اريد ست تمارين تمرينين تستهدف العضله الاماميه، تمرينين يستهدف العضله الجانبيه، تمرينين الخلفيه. اعطيني اساميهم وياك ثلاث ثواني. واحد اثنين ثلاث. ريس امامي ضغط امامي. هاي اثنين. نشر امامي. ثلاثه. مطرقه نشر جانبي. نشر جانبي. جانبي. اربعه. ضغط دمبلس. خمسه. نشر منحني او نشر متقابل. ستة. والله كفو من عندك وهم بيني منك دافع. طينا بعد هاي الهدايا قيمة مقدمة من شركة اس ان بلاس المكملات الغذائية. مشكورين فرصة سعيدة. شكرا جزيلا. اخر واحد سجل هدف بالبرازيل بهاي البطولة الاخيرة. اخر واحد ضد البرازيل؟ لا هو سجل البرازيل. ميسي طبعا ما له علاقه ابدا نهائيا بالبرازيل بس هم انا راح نفوزك. شكرا جزيلا. تفضل. شكرا جزيلا. ذني احماض امينيه البي سي اي وهذا الزنك والمغنيسيوم والفيتامين بي قناه اف ار. اذا تريد تاخذ حسابي هم على انستغرام اعطيك اياه اي معلومه تحب الحديد بالكذا آلي موجود وتومر عمر. هذه ثلاث مرات تاخذها بالليل قبل النوم جدا راح يفيد الجسم. طبعا ما بها اي اضرار نهائيا. شكرا جزيلا لك. تحياتي شرفت فيك. الله يخليك. بس حتى صدق والله عميل احمد يقول لك اذا تحكي جيب سالفتك وياك. هذا توثيق مبين عمي الحوت بس دعوه الطول. سؤال ايش تاكل حتى تطول؟ شاكل حتى ما اكل من الله. ها على ابوي. تمام. اعطينا ثلاث تمارين تستهدف عضله الصدر. بنج اعلى. بنج اعلى. بنج مستوي. ضغط جهاز مستوي. حلو. اذا تريد فراش تقدر تاخذ بها اعلى واسفل ومتوسط وكذا بعد. واكو هواي عدد لنا اياها. داون. والله عمي عدد لنا اياها كل عاشت ايدك. راح نعطيك هدايا تختار. نعطيك احنا قطعتين. اوكي. تريد بي سي اي، تريد زنك، تريد جلوتامين. بي سي اي وجلوتامين. وهذا البي سي اي وهذا الجلوتامين. مو تخجلنا تعرف تستخدمهن؟ الف عافيه عليك. هاي الهدايا مقدمه من شركه اس ان بلاس للمنتجات الغذائيه. تحياتي لك. حبيبي الله يخليك. شكرا جزيلا. ويانا تمساح ثاني لاعب ثاني. شلون الصحه؟ الاسم بالخير؟ حيدر. حيدر الغالي. اريد من عندك شغلات بسيطه. الترايسبس كم راس بي؟ راسي احسنت غلط. ليش احسنت غلط؟ يقول لي ياهل شنو راسي عندك عضلاتين غير؟ اي من تتفرع عندك اثنين واحده منها واحده منها جانبيه وخلفيه. يعني مو ثلاثه؟ لا اثنين انا. ولا نستعين بصديق ونسوي ثلاثه؟ ما ادري انا ادري باثنين لان انا حتى ضارب اثنين. افتح ايدك راح نطمغ لك ونمشي لك المعامله تدلل. حبيبي الغالي ربحت ويانا بي سي اي مقدم من شركه اس ان بلاس. حبيبي الغالي شكرا جزيلا. شباب ما بكم احد يلعب حديد؟ تلعب حديد؟ شنو؟ وين؟ تعال خل اشوفه يلعب حديد لو لا. شلون الصحه؟ ان شاء الله بخير. اسمك بالخير؟ حسين. حسين. حسين تعال هنا انا اوقف لي شوي هنا. راح اطلب منك طلب. اذا سويته تاخذ الهديه وتروح لاهلك هسه قبل. اريد من عندك تسوي لي 10 شناب. اذا تقدر تسوي احلى هديه تاخذها. لا غير سؤال جمجم. زين. زين تعبان طالع من السينما. هاي كلهن فارهين نعرفهن. طبق لي على صفحه راح افوزك اني. والله العظيم. اعطيني هذا.
وهذا الشيكر وبالعافيه عليك. خو ما تعبت، خو ما مقصرين وياك، امانه الله. سل منك حبيبي. هسه هنا الكفو قال راح اسوي 25، اذا صار 24 ونص ماكو هديه. انطلق روح. هذا اللي زمن التليفون، يلا في ماله. يلا احسب وياك. 1 2 3 7 8 9 24 25. والله عمي كفو سواها، والله العظيم كفو سواها. هذا هو يا معود، هذا هو راح ناخذ دار السفري للبيئة. شكرا جزيلا لك وتعبناك ويانا. تليفونك تريده؟ ترى يدقون عليك، ما ادري منو ما جاوبوا ثاني. بعدنا مستمرين ويا اسار وحنين، راح نرجع لهم للاستوديو. ومثل ما تشوفون جولتنا مستمره هنا بمول المنصور. تفضل خالد. بعدها جولتنا مستمره بمول المنصور، وحاليا راح نكمل وياكم. تحياتنا لكم. وحاليا مكملين وياكم ولقفنا النوب واحد همينه. نسأل همينه سؤال رياضي وبسيط. الاسم بالخير؟ حيدر. حيدر الغالي. السؤال هو بي لوفا. اذا عرفت اللوفا صح تاخذ هديه كلش حلوه. اذا ما عرفت اللوفا صح هم تاخذ هديه. بس اعطيني اياها صح. الكرش اذا تريد تنزل الدهون اللي بي، اسمع، الدهون الموجوده بالكرش جايكم، الدهون الموجوده بالكرش شلون توخرها؟ دايت. هذا صراحه معلومة جابها من الاخير. الدايت هو اللي ينزل الدهون الموجوده بالكرش. كل انسان عنده عضلات، بس هاي العضلات مغطايه فوقها دهون. اذا انت تريد تبرز عضلات المعده المفروض عليك دايت مع كارديو، لانه هي اساسا العضله موجوده. كفو من عندك، كفو من عندك. بابا نويل اختار. انا رسائل اختار لك. لك ثلاثه. واحد اعطيني تمرينين للكيل على السريع. صدق؟ فضني مستعجل على السريع تمرينين للكيل. كيف شو تريد؟ ما اعرف، انا اريد تمرينين تحرك بها عضلات الكيل مالتك. تريد خارجي تريد داخلي كيفك انت؟ راي عادي؟ كيل. بس كيل؟ بس الكيل. كيل شيف. حلو. اي جالس. حلو. كيل زيت واقف. عاش ايدك، فاز ويانا. تختار بي سي اي عندنا، وعندنا زنك، وعندنا جلوتامين، انت اللي تختاره بكيفك بعد. بي سي اي نعطيه بي سي اي. شكرا جزيلا. تفضل يا بطل. امريكي اصلي، يحب الاصلي حبيبي. شكرا جزيلا. الله يخليك. هسه حاليا رجعنا ياكم بعد ما كنا ويا اساور وحنين، راح ناخذ هنا سؤال لاخ همينه نشوف. هو يعني كرش موجود يعني ما مبين ابد، ما له علاقه بالحديد. زين طوبه؟ طوبه لا. زين سله. سله؟ اعطينا معلومه عن السله. مثل يعني. اي معلومه تعطينا عن السله حتى افوزك. هدايانا مقدمه من شركه اس ان بلاس، يعني غايتنا انه نفوز. ايش تعرف معلومه عن السله؟ اعطينا اياها. المعلومه اللي اعرفها يعني المنتخب الاول هو طلع حاليا هي امريكا بالمنتخب السله. السله كم لاعب تتكون من عندها؟ خمس لاعب. خمس لاعب عاش ايدك. وهسه حاليا فاز ويانا وراح نعطيه هديه. زد ام اي الاصلي يحب الاصلي. تفضل اخوي. الف عافيه عليك. هذا حتى تعرف شلون تستخدم. هذا زنك ومغنيسيوم فيتامين بي، ثلاث حبايات قبل النوم. قبل النوم يساعد على الهضم مالتك ويساعد على النوم بعمق. هذا ما له علاقه نهائيا. اقطع تشريب هو يروح من بعده. شكرا جزيلا. هلا صديقي شلونك؟ زين. انت بيا صف خامس؟ زين. بالرياضه شو تسوون؟ بالاول اسوي حماء. بالاول اسوي حماء بعدين ادي شوي شوي. ترى معلومه كلش حلوه، واغلب الشباب الرياضيين قبل يفوت يتدرب شفتوا ايش قال؟ قال بالاول اسوي حماء حتى يحرك الدوره الدمويه، يحرك الالياف العضليه عنده، وبعدها يدخل ويفوز ويانا بشيكر مقدم من شركه اس ان بلاس. شكرا جزيلا. هذا الشيكر اذا تفتحه داخله ثلاث طوابق، يعني تقدر تشيلهن تراكبهم جوا، يصير بعد اطول
تخلي بيه مثلا الاكل مالتك او انت بعد شوف شو تخلي بيه، لانه مو مال بروتين ابد نهائيا. شكرا جزيلا حبيبي. ها معلومة رياضية. شنو المعلومة الرياضية؟ بس قل لي شو تعرف عن العطور؟ هواية عم عن العطور. يلا معلومة رياضية اريد من عندك تفيدني بيها وتفيد المتابعين هم، يعني بما انه انت مالك علاقة بالحديد. لا العب طوبة بس ما العب حديد. طوبة؟ اعطيني معلومة انت تحبها عن الطوبة تحب الناس تعرفها. يلا على السريع. واحد فن وذوق واخلاق الطوبة. هاي السياقة، هاي السياقة ما لها علاقة بالطوبة. بس هم أنا فزت ويانا بشكر مقدم من شركة اس ان بلاس. تفضل صديقي. شكرا جزيلا. الاسم بالخير؟ نواف. نواف كل الهلا بيك حبيبي نواف. تفضل اسمك بالخير. كلام سعد. اخر بطولة شوك صعدتها؟ بالشهر التاسع العام. شهر التاسع يا مركز اخذت؟ مركز توب 3 مركز ثالث. ثالث؟ ما راح اسالك ولا تعبك ولا تعبني قرار مبين انت ذاك هو معضل وما حد يحكي وياك. مركز ثالث ثلاث هدايا راح اعطيك هسه. هاي الاولى العافيه عليك. وهذا الزنك والله مع الاسف اليوم ما مستوقفين طاقة على المسواق الله. او هذا نقلوه تابي. وشكرا جزيلا لك كرار رفعت راس العراق انت حبيبي الغالي. ممنون لك يا ورد. وحاليا نرجع وياكم للاستوديو بس قبل كل شيء نقولكم كل عام وانتم بالف خير يا رب سنه سعيده عليكم. يلا ويانا على الاستوديو.